خرج باسل خير طليق البلوجر السورية لما الأصيل عن صمته، وعبر عبر حسابه على إنستغرام كاشفاً عن تفاصيل صادمة عن علاقته بلما، ومتحدثاً عن علاقتها بالبلوجر عمرو مسكون. وقال باسل إن لما رفعت عليه دعوى طلاق منذ 3 أشهر، وأنها تطالب بنصف ثروته بحكم أنها حصلت على الجنسية الأمريكية. طلعت تصرخ وتعيط وتلم لايكات وتبكي كرمال المشاهدات. أنا ما برضى هذا الشيء، ما برضى التشهير لا بلما لا بالمخلوق اللي أنا ارتبطت فيه. وأضاف في مقطع فيديو آخر أن علاقتهما متوترة منذ أشهر، وأنه يعيش برفقة أطفاله في منزله ويقضي احتياجات الأطفال دون الحاجة إليها. وأشار باسل إلى أن إجراءات الطلاق كانت قد بدأت قبل فترة، متهماً لما بأنها أهملت حياتها العائلية والزوجية بهدف التركيز على حياة الشهرة على مواقع التواصل. يعني أنا عايش لحالي فعلياً، أنا بطلع لحالي، بروح السينما لحالي، بروح المطعم لحالي، باخذ أولاد لحالي، بوديهم على المدرسة لحالي، أحياناً بطعميهم بشربهم لما طبقت على الإنستغرام أو الموبايل. كما أشار باسل إلى محادثات غير لائقة بامرأة زوجية تجري بينها وبين أحد مشاهير السوشيال ميديا والتي لا يرضى بها أي زوج لزوجته، حيث أشارت بعض المواقع إلى أنه يقصد مشهور مواقع التواصل عمرو مسكون الذي تجمعه بلما علاقة صداقة. وكانت قد نشرت الناشطة الاجتماعية السورية لما الأصيل مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام ظهرت فيه وهي تبكي وتصرخ بعد أن اكتشفت زواج زوجها عليها. فيسبوك ويشروا على إنستغرام ويشروا على كل مكان بالكرة الأرضية. ووجهت لما التي تقيم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية كلمات مؤثرة وقاسية لزوجها بعد أن تزوج مرة أخرى من دون علمها، وظهرت وهي تبكي بشدة بعد أن علمت بأن الأمر قد حصل. وقالت لما في مقطع فيديو وهي منهارة من البكاء 1,000,000 مبروك، 1,000,000 مبروك. وواصلت بعدها سرد الموضوع ووجهت الإعانة للأشخاص المعنيين بهذا الموضوع. وتعد لما الأصيل أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت شهرتها من خلال تقديم محتوى خاص وفريد من نوعه، حيث استطاعت أن تدمج جميع مواهبها في محتوى واحد، وغالباً ما تكون فيديوهاتها مريحة ومسلية، وتعتمد في الأساس على تقديم محتوى الطبخ وتحضير الطعام. وانفصلت لما عن زوجها بعد أن تزوج عليها فتاة أخرى تدعى دانيا الريحاوي، والتي كشفت أمرها لبلوجر لما الأصيل في الفيديو.